Hello, good morning, my dear students. How are you? Today, inshallah, we are going to do the review 3 from page 34 and 35 student book. اليوم يا تالتي أحلوين إن شاء الله رح نحل مع بعض أسئلة المراجعة للوحدة الثالثة. طبعا كانت وحدتنا عنوانها لالا جوز شوبينج. بدنا نحل هلأ مع بعض أسئلة المراجعة يا تالت اللي هي في صفحة please open your student book at page 34. افتح كتابك على صفحة 34 الكتاب الملون يا تالت. عندنا exercise A بيحكي لنا complete the conversation يعني أكمل المحادثة, use the words below إنه استخدم الكلمات اللي موجودة تحت. تمام. نمبر 1 عندنا كلمة sweets اللي هي الحلوى, chips اللي هو الشبس أو رقائق البطاطا, some معناها البعض, lunch meat اللي هي وجبة الغداء, hungry معناها جائع, any معناها أي, grapes معناها عنب, matter معناها يمس اللي هو الخطب أو إنه المشكلة, and the last one cherries اللي هو يمس الكرز. عندنا يمس محادثة بين سارة والمحادثة بين جاك. كيف عرفنا يمس إنهم سارة وجاك؟ من اللانش بوكس يلي موجود عندنا اللي هو صندوق اللي هي مثل الشنطة تاعت الأكل بتحطوا فيهم أكلكم اسمها لانش بوكس. عندنا صندوق الزهري هذا لسارة والصندوق الأزرق هذا اللانش بوكس لجاك. بلشنا عندنا بجاك بيحكي لنا جاك what do you have in your lunch book. In lunch box هو قاعد بسأل في سارة إنه أنت إيش موجود عندك في شنطة طعامك. بتحكي له I have lunch meat. I have lunch meat sandwiches إنه أنا معاي وجبة غداء عبارة عن سندويشات يا تالت. إذا عندنا كلمة lunch meat اللي هي وجبة الغداء. بعدين صار يحكي لها Do you have any. استخدمنا كلمة any لأنه any حكينا بتزبط بالسؤال وبالجواب يا تالت. Do you have any fruits. هو قاعد بسألها أنه أنت عندك فواكه أو معك فواكه. صارت تقول له yes I have some grapes أنه أنا عندي معاي عنب, and cherries أنه أنا معاي عنب ومعاي كرز. طلع عندك يمس بالصورة هي معاها عنب ومعاها كرز. بعدين صار يسألها Do you have any sweets. هو بسألها إنه أنت معاكي أي من الحلوى. صارت تحكي له No I haven't any sweets إنه أنا ما معاي أي حلوى. استخدمنا كلمة any هون ليش يمس لأنه الجملة عنا منفية. But ولكن I have some. شو هي معاها some chips اللي هو يمس معاها الشيبس. هيو شايفينه باكيت الشيبس هيو هذا. طيب let's continue. Can I have. هو قاعد بحكي لها Can I have some. إنه أنا ممكن أخذ منك شوية طعمين شوية. تحكي له What is the matter. إنه أنت شو مشكلتك أو إيش خطبك. Are you hungry. إنه أنت جائع. صار يحكي لها Yes I am. خلينا نصلح لحالنا. Good job يا تالت. هي حلينا السؤال الأول أو تمرين A من أسئلة المراجعة. خلينا هلأ يا حلوين نروح على exercise B. exercise B بيحكي لنا read look and answer. read بمعنى اقرأ, look بمعنى انظر, and answer بمعنى جاوب. عندنا الأولى بيحكي لنا yes they have some إن هم معاهم البعض. yes she has some هي معاها البعض. no he hasn't any إن هو ما معاه إشي. no she hasn't any إنه هي ما معاها إشي. Number one, the first question, بحكي لنا do they have any milkshakes اللي هي مثل اللي هو الحليب منكه أو مطعم زي الحليب بموز أو الحليب بفراولة. هم عندهم حليب milkshake يا ميس. بنقول yes they have some. yes they have some إنه هم معاهم البعض منه. Number two بنقول question number two does she have any potatoes إنهم هم يمس معاهم potatoes اللي هي الطماطم أو البطاطا. عفوا البطاطا مش الطماطم, هديك التوميتوز اللي هي البندورة. البوتيتوز اللي هي البطاطا. في عندهم يمس بالصورة عندهم بطاطا. ما عندهم بطاطا. إذا بنقول no she hasn't any. No she hasn't any إنه هي ما معاها بطاطا. question number three does he have any salad إنهم معاهم سلطة. شو بنقول يا حلوين؟ no he hasn't any. no he hasn't any.
And the last question, does she have any fruit? إن هم معاهم فواكه أو هي معاها فواكه. بنقول yes she has some. خلينا نصلح لحالنا. Good job يا تالت. نروح على next page اللي هي page 35 صفحة 35. عنا على exercise C بحكي لنا choose and complete the sentence. أو أنت موجود عندك complete the sentence write ch or sh or ch. طيب number one بحكي لنا there was a big splash, big splash when Jan dove in the pool. إنه هي مس حصل على طرطشة أو فرقاعات. أصلاً من كلمة splash اللي هو زي العطر يعني رذاذ. إنه صار إنه عنا يمس طرطشة كبيرة لما جان قفز في البركة أو نط في البركة. Number two بحكي لنا مارش اللي هو شهر اللي هو يمس شهر ثلاثة is third month of the year. إنه شهر ثلاثة هو الشهر الثالث في السنة. طيب عنا يمس مستر بيل in the best teacher. كلمة teacher in the school إنه يمس الأستاذ بيل هو الأستاذ number one في المدرسة يعني هو الأستاذ الأفضل في المدرسة. طيب fourth one بحكي لنا إيش هي such أو shut the door when you leave. إن أطبق أو سكر الباب لما بدك تيجي اتغادر. Number five we use a knife to اللي هي miss such shop the papers. إنه إحنا مثلا نستخدم السكين لتقطيع اللي هو papers اللي هو الفلفل. And the last one Aunt Joe went shopping at the mall. إنه يا مثل عمة جو بتذهب للتسوق في المول. نصلح لحالنا good job يا تالت يا حلوين. نروح هلا يا مس مع بعض على exercise دي بحكي لنا answer each riddle with a ch or sh word. إنه إحنا يمس على حسب اللي عنا بدنا نحط الكلمة اللي موجودة. بحكي لنا I end with ch إنه أنا بنتهي بحرف ال sh. I rhyme with crunch إنه أنا يمس على نفس القافية rhyme اللي هي القافية يا تالت. هذا إشي جديد عليكم بس مش مشكلة. I am an afternoon meal إنه أنا بوجبة المساء. What I am اللي هي يمس كلمة lunch اللي هي وجبة الغداء. Number two بحكي إنه I end with sh إنه أنا بنتهي بحرف ال sh. I am an animal أنا من الحيوانات. I am super swimmer إنه أنا بسبح جيدا. What I am اللي هي ثالث كلمة الفش اللي هي السمكة. نروح على آخر exercise اللي هو exercise E بحكي إنه unscramble the letters to make words with a ch sound. إنه إحنا يمس بدنا نحط حرف ch بس بدنا نرتب الكلمة بشكل صحيح. Number one peach عنا اللي هو خوخ. Number two chili اللي هو الفلفل الحار. Number three watch اللي هي الساعة. Number four pinch اللي هو المقعد. Number five match اللي هي المباراة. And the last one coach اللي هي بمعنى يلتقط. إذا هيك يا مس بنكون خلصنا مع بعض أسئلة المراجعة. خلصنا الوحدة الثالثة اللي هي the unit title is لالا جو شوبينج. خلصنا الوحدة الثالثة يا تالت. إن شاء الله بكرة بنبلش بالوحدة الرابعة. Have a nice day and see you tomorrow إن شاء الله. Goodbye.